يعني حقيقة أنا كنت أريد أن أعلق على عنوان يعني عنوان الحلقة أو الخبر هو إدخال المساعدات إلى سوريا. يعني بحقيقة الأمر هذا العنوان ليس دقيق بما نراه نحن الآن وسابقا بخصوص هذه المساعدات. للأسف هذا الموضوع أصبح ملف سياسي بامتياز وبدرجة كبيرة جدا، وكما ذكر تقريركم أيضا لا ننسى بأن هناك ضغط روسي صيني تركي على أو مسار أستانا على مجلس الأمن لإبقاء فقط معابر مع تركيا، وروسيا تطالب أيضا مع النظام السوري تسييس هذا الملف وإغلاق معبر اليعروبية كما ذكر تقريركم. يعني هذا كله بأن الأمور كلها هي اتجهت الى امور سياسيه وليست انسانيه. يعني للاسف بدل ان نتحدث عن اليه ادخال المساعدات وكيفيه توزيع هذه المساعدات للمحتاجين في داخل سوريا، نتحدث الان عن صراعات كما تفضلت حضرتك بالسؤال، يعني في قوى دوليه متصارعه في داخل الجغرافيا السوريه. يعني هي المشكله كمان. لذلك أنا يعني هذا العنوان إنه إدخال المساعدات إلى سوريا حقيقة العنوان يمكن الأفضل أو الأنسب هو يعني إدخال أو فرض سياسات الدول الإقليمية والفاعلة في الأرض السورية. يجب أن هذا هو العنوان، لأنه لا أي استفادة للمواطن السوري إذا أخذنا كما يقال بالورقة وقلم بخصوص المساعدات اللي فاتت سابقا، وحتى ما يتحدث عنها مجلس الأمن في تمديد 6 أشهر أو حسب الرغبة الأمريكية أو المجتمع الأوروبي لمدة عام كامل. المشكلة تكمن بعدم استفادة المواطن السوري من هذه المساعدات، حتى هذه المساعدات من داخل سوريا. وهناك أكثر من فيديو موثق، يعني سواء كان بمناطق التركي أو حتى بمناطق النظام سيطرة النظام السوري، هذه المساعدات تفاعل بشكل رسمي سيد وعلني. كاميران، سيد كاميران عذرا على المقاطعة، ولكن هذه هي الآلية المتبعة والتخاذل، لكن التخاذل والتسييس الملف هو محط نقاشنا لهذا التقرير أو المداخلة من قبلك. في سؤالنا الثاني لك سيد كاميران، ما مدى تأثير التقارير التي تقدمها المنظمات الإنسانية والحقوقية التي تراقب دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن؟ تفضل. يعني حقيقة يعني أنا حتى لبعض المعارف الشخصيين بما يخص المنظمات التابعة للقضية السورية سواء كان من اللاجئين ومساعدات إلى ما هناك كثير من القضايا، يعني هم مشكورين، هذه الخطوات مطلوبة ولا بد أن يتم تسليط الضوء عليها والتركيز عليها. ودائما ما أقول يعني هؤلاء هم جند المجهولين سواء كانوا في داخل سوريا أو خارج، ولكن المشكلة بخصوص سؤالك ثقل أو هذه التقارير، يعني هي المشكلة ما عم تصل للنتيجة. يعني بالنهاية ليست هناك نتيجة لتغيير هذا الواقع، أنا هذا ما أريد أن أقول. يعني إذا كان هناك بعض التقارير في أوروبا أكثر مرة تشير إلا بأن كما ذكرت منذ قليل بهذه المساعدات تباع سواء كان في مناطق الاحتلال التركي أو في مناطق النظام السوري، رغم أنه هذه الأمور مذكورة في التقارير ورغم أنه يتم العلم يعني بهذا الامر يتم تقديمه في بروكسل ويتم تقديمه في البرلمانات الاوروبيه وحتى في كل الدول الاوروبيه على حدى، ولكن على الارض نرى بان يعني الامور كما هي وليس هناك اي تغيير جذري. المشكله سياسيه. انا اريد انوه فقط الى نقطه، يعني الفقر حسب التسريبات يعني تم تاجيل التصويت، كان مفترض ان يكون بالامس، التأجيل يأتي فقط لنقطة خلاف بين 6 أشهر أو مدة عام، هاي النقطة. اثنين، مشروع برازيلي. المشكلة بأن المؤسسة الأوروبيين وعلى رأسهم للأسف الولايات المتحدة الأمريكية في المرة الماضية عندما رضخوا للإرادة الروسية الصينية خرجوا بعدها قالوا نحن انتصرنا وصدروا للشارع الأوروبي والمجتمع الأوروبي وحتى للمؤسسات اللي ذكرتيها حضرتك أن نحن انتصرنا وأخذنا موافقة للتمديد لمدة 6 أشهر، ولكن في حقيقة الأمر هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق
وهي اللعبه الاستهلاك الاعلامي ولعبه سياسيه فقط للارساله الى الشارع الاوروبي. ولكن كما ذكرت حضرتك ونذكر ذلك، ملف هو ملف للاسف اصبح سياسي بالدرجه الاخرى، تعمل داخل سوريا وخارج سوريا يعني وفق امكانياتها، ليس هناك اي تاثير او تغيير لقرارات للاسف الامن. وحتى يعني اذا افترضنا على سبيل المثال ان يكون هناك نقد من المجتمع الاوروبي تجاه الروس والصين والاتراك في مجلس الامن، لكن للاسف ما نراه هو رضوخ لمسار رسانة في مجلس الامن. طيب سيد كاميران، في نقطه اخيره وفي ظل حاله التسييس التي تمارسها تلك الاطراف للمساعدات الانسانيه، مصير معبر اليعروبيه ما هو؟ وخاصة هو كان الشريان الأساسي لوصول المساعدات إلى نحو 5 ملايين شخص شمال شرقي سوريا. يعني بخصوص هذا المعبر، وأنا كنت على قناتكم وذكرت أكثر بالمناسبة على الإدارة الذاتية، بالمناسبة الإدارة الذاتية لديها 5 ممثليات في أكبر عواصم الدول الأوروبية، وهنا دائما العمل مع يعني هذه الممثلات في داخل تلك الدول الأوروبية وعلى رأسهم أيضا ألمانيا. لذلك يعني إذا ما كان هناك في تحرك سياسي دبلوماسي نشط من الإدارة الذاتية من هذه الممثلات مع حكومات والبرلمانات في داخل أوروبا، سيبقى المصير مع المعبر مغلقا. للأسف أقول هذا الكلام لأن منذ قليل، لأن هذا القرار مرتبط بموافقة الروس والأتراك ومن خلفهم الإيرانيين وحتى الصين تساند روسيا في مجلس الأمن. لذلك ما كان هناك أي في خطوات دبلوماسية وسياسية نشطة بما يخص هذا المعبر ودخول مساعدات كما ذكرت حضرتك لأكثر من 5 مليون إنسان، سيبقى هذا مغلق تماما. يعني هنا لذلك نريد أن ننوه دائما على هذه النقطة، الحرب دائما مع الاحتلال التركي ليس حرب السلاح، ولكن هناك حرب اقتصادية إعلامية سياسية إنسانية. لذلك نحن يجب أن نصطد يعني يكون هناك مشروع الاحتلال بكافة أدواته، يعني أدوات التي يحاربك به لازم أنت أيضا تحارب بنفس الأدوات. لذلك على المستوى ذاتية في أوروبا في عواصم الأوروبية أن تنشط دبلوماسيا وسياسيا بخصوص ملف المعابر وخصوصا معبر اليعروبية لإدخال المساعدات أكثر من 5 مليون إنسان. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السيد كاميران دولو، كنت معنا من فوبرتال.